السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. بالنيابة عن خادم الحرمين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمير الرياض يتوج الفائزين في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن. الهلال في المملكة أرينا على ملعب يحول كرة القدم إلى سيمفونية. الأهداف الصربي متروفيتش يسجل في المباراة 11 على التوالي بهدفين في مرمى الرياض. حمد الله يصل إلى هدف 123 تاريخيا في دوري المحترفين. حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام. ملعب فخم، أجواء احتفالية، وفريق يقدم دروس في كرة القدم اللي هو الهلال. تعرف لما تكتمل العناصر ملعب جميل وفريق أجمل تكون الهوية ولا أجمل. الهلال في ملعبه هو ما شاء الله جالس يفوز من بداية السنة، ما شاء الله ما شاء الله. جاء الملعب شكله لا ما حيوقف. في شيء جميل كان اليوم في الهلال وفي ملعبه، في ثنائيه كانت جميله، تحس انك بصراحه وانت جالس تتفرج على فنان يقدم اجمل سيمفونيه على ارض المسرح اللي هو المملكه ارينا. انا خالد الشنيف ضيف الكرام محمد الدعية. مساء الخير. مساء الخير ابو الوليد، اهلا وسهلا فيك. احمد لطيف مساء الخير. مساء النور ابو الوليد. علي الحبسي من مسقط مساء الخير. مساك الله بالنور ابو الوليد، والمساء على كابتن محمد واحمد وكل المشاهدين. اهلا وسهلا يا علي. اليوم تحت رعايه اليوم الهجن او نهائي الهجن خادم الحرمين الشريفين للهجن، تحت رعايه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود رحمه الله، ونيابه عن صاحب السمو الملك الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. توج صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض اليوم الفائزين في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الأولى بالجنادرية، وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن. استحداث بطولة وجوائز مالية كبيرة حنسردها من الفائزين، يعني هي متعة صراحة. وطبعا أعتقد أنه جوائزها كثيرة مثل ما قلت، وهل الإبل يستاهلون؟ وتعرف هذه يعني أعتقد من قديم الزمان، والإبل صراحة محبوبة للجميع صراحة. أعتقد أنه حكومتنا الرشيدة ما قصرت، يعني حتى الرياضات هذه قاعدنا نشوف مشاركات عالمية راح تصير، يعني الابطال اللي هنا في النسخه هذه راح يشاركون عالميا، وهذه يعني انا اتفرج عليها، يعني هي متعه العصر بعض الاحيان، وبعض الاحيان ودنا لو احنا حاضرين يا خالد صراحه. لما تشوف الابل وتشوف اهل الابل حتى سواليفهم ما تمل منها صراحه. أيوة. يعني متعه صراحه. ما جتنا دعوه ولا رحنا؟ انا لو جتني دعوه رحت للأسف. والله هو المفروض انه نروح ونشوف، لانه اهل الابل يستاهلون صراحه، والجائزه غاليه طبعا، جائزه خادم الحرمين الشريفين ونيابه عنه الامير الرياض الامير فيصل بن بندر. اعتقد انه اهل الابل اليوم مستانسين، واعتقد ما في خاسر بينهم صراحه، الكل خذ جوائز ترى على فكره. هنا الجوائز الكبيره، التنظيم العالي، الاجواء، الشباب موجودين يوميا كانوا هناك، يقول الشباب احنا في عالم ثاني. وللعلم في 13 دولة مشاركة، منها أمريكا، منها بريطانيا، دول الأوروبية ودول أمريكا جالسة تشارك فيها. ألف مبروك لمن فاز، ويمكن اللي فاز في سيف خادم الحرمين الشريفين الهجن، واللي فاز في مالك الهجن القطري جابر الجربوعي في بندق، وفي سيف اللي فاز في سيف هو مالك الجربوع الموجود. ألف مبروك لمن فاز في الجوائز. بحول الله هي بطولة سنوية، ودائما المملكة سباقة في ابتكار البطولات، سباقة في المبادرات، سباقة في كل شيء يخدم شبابها، ولله الحمد. نقفل ملف الهجن، نروح إلى دوري مباريات اليوم التي لعبت في دوري روشن الهلال.
والرائد 3-1 الهلال على الرائد، الاتحاد والرياض 2-0 للاتحاد. محمد الديح على الهلال والرائد، كانت صعبة ولا سهلة؟ لا هي المفروض انها تكون صعبة، بس لكن لعيبة الهلال ومدرب الهلال سهل المباراة. اعتقد انه دائما لو نرجع للمباراتين الاخيرات اللي هي امام النصر وامام اصفهان، اعتقد الهلال دخلها ضاغط على يلعب ملعب الخصم. اعتقد اليوم الهدف اللي جاء بالدقيقه الثانيه اعتقد انه ريح لعيبه الهلال وخلى لعيبه الهلال تمسك الكوره، الاستحواذ للهلال، اعتقد انه الرايد يلعب على كره المرتده يمكن 90 دقيقه. الهدف الاول هو السبب فتح هذا، ريح لعيبه الهلال. انت لما تلعب مع فريق اقل منك كل ما يمشي الوقت كل ما هذا، لانه النصر امس فاز اللي هو المنافس الحقيقي على الدوري والفارق 7 نقاط، لابد ان الهلال ومدرب الهلال خاذين باعتبار انهم لازم ياخذون 3 نقاط باي شكل من الاشكال. وشفنا احنا 90 دقيقه مع الوقت بدل الضايع ما سجل فرصه واحده هي اللي سجل بها الرايد. طيب الى مباراه الاتحاد والرياض 2-0، 2-0 تعكس واقع المباراه ولا المفروض الاتحاد يفوز في اكثر ولا المفروض تروح النتيجه كيف؟ شوف في اول شيء الانتصار للاتحاد متوقع وهذا اللي واقع. الاتحاد كان في لحظات عن المباراه في لحظات من المباراه كان ممكن يزيد النتيجه، وفي لحظات من المباراه يمكن يغفل الاتحاد يصعبها على نفسه، ممكن الرائد حصلت له فرصه فرصتين ممكن كان يسجل. لكن الاتحاد اللي قاعد اشوفه قاعد يتحسن على المستوى التنظيمي، على المستوى التكتيكي، على مستوى الثبات في الطريقه وفي التشكيل. الرياض الامكانيات محدوده، لكن الاتحاد واضح انه قاعد يتحسن من مباراه لمباراه، واضح انه قاعد يتلاشى الاخطاء. اليوم شفنا اشياء ايجابيه. مقنع كان لك؟ شوف على الفتره الماضيه في اشياء متحسنه كثير، في اشياء ايجابيات تحسب للمدرب وتحسب للاعبين. يعني انت لما تشوف على التنظيم، على احنا كنا دائما نشيد نقول الاتحاد عنده مشكله في مشكله التنظيم واللا مركزيه والبعد الخطوط عن بعض، اليوم تحسنت ومن من من يعني يمكن بعد التوقف تحسنت نوعا ما، وهذا شيء ايجابي للاتحاديين وللمدرب للامانه. هذه ارقام المباراه، 12 تسديد للاتحاد مقابل 7 تسديدات للرياض، 60% سيطره مقابل 40%. علي سريعا نروح لرجل المباراه حمد الله، متى ما احتجته حمد الله متى ما احتجته تلقاه. تفضل يا علي. اكيد حمد الله من اللاعبين المتميزين جدا، دائما حضوره الذهني جدا كبير، وهو ما شاء الله يعني هوايه التهديف، خصوصا الاهداف اللي تميز فيها حمد الله مش اي اهداف، يعني الاهداف اللي جابها اليوم من مواقع جدا صعبه، الهدف الاول، اللمسه الاولى، تسديدته في الزاويه البعيده من الحارس يعطيك امكانيه هذا اللاعب، ولكن الهدف الثاني ابو الوليد يعني هدف يعني ما كان سهل ترى، يعني هدف جدا جدا صعب انك تسدد الكوره بهذه الطريقه من مسافه جدا بعيده، يدل لك على التكنيك الكبير اللي يمتلكه هذا اللاعب، الحس التهديفي. فانا بالنسبه لي التسديد من هذه المنطقه شيء جدا جدا صعب، وحتى طريقة التسديدة بالوليد، طريقة صحيح. التسديدة صحيح. تهيئة الجسم للكرة كان جدا مميز. على الهدف محمد دقيقة 95 الحمد لله لعب مباراة كانت في أوزبكستان، كان يفكر في الشد يوم شوتها. هو هدف جميل، هدف يعني طبعا ساهم الحارس، يعني هو واحد زي 10 مثل ما يقولون، يعني بيتعدل النتيجة، ولكن استفاد من طلوع الحارس. وحمد الله يعني من الصعب جدا ترى في الدقيقة 95، بس انه تكوينه الجسماني وطريقة ميلانه اعتقد هي اللي ساعدت حمد الله انه يرفع 55 متر تسديدة من ابعد التسديدات، او 54 متر عن المرمى، يعني ابعد تسديدة، ابعد هدف شاهدناه يمكن في الدوري السعودي هذا الموسم. اخاف اقول معلومة يقولوا لا خطأ في قبل. هذا ما ادري عاد صراحة، ولكن انه تعامل حمد الله فيها اعتقد تلافى الإصابة، لانه لو شاتها وهو ما كان تكوينه الجسماني بالوضع الصحيح ممكن يجي شد ياخذ الدقيقة 95 وسبرنت ويشوف الباب فاضي ويشوت بالقوة هذه، اعتقد ان هذه تحسب لحمد الله. سريعا احمد،
انا اعتقد ان تحسب لحمد الله في ثلاث اشياء. اول شيء على العامل البدني والذهني، انت في 95 عامل البدني والذهني اول شيء، والدقه، والشيء الثالث المهم اللي هو التكنيك، يعني انت لما تشوف حركه جسمه وميلان جسمه صعبه في الوقت هذا، اكيد صعبه، وهو ترى ماخذها على حركه، يعني وضعيه حركه مو من ثبات، وضعيه حركه صعبه وميلان حركه الجسم ووضع الجسم، وفي الدقيقه 95 ولعب مباراه قبله، فاعتقد ان هذه الاشياء تحسب لحمد الله ويدلك على قيمه الفنيه اللي موجوده عند حمد الله والتكنيك العالي اللي موجود عند حمد الله. فاعتقد انه ترى يمكن الكل يشوف يقول ان الهدف سهل، طيب وضعيه الهدف سهل. طيب انا اشوف محمد رافع راسه، شايف المدافع، اخذ الزاويه اللي يلعبها فوق المدافع. انا اعرف الاوقات هذه بعض الاحيان يجي لك شد في راسك في رجلك، تعرف الدقائق الاخيره صحيح شوف وقف، بس ايش التركيز اللي شوفه وقف خلاص. لا ترى هو دق سبرنت، يعني اول ما طلع وشاف هو لو الحين في كوره زي هذه يا خالد، الحين شوف الحين استلم الكوره رفع راسه شاف الحارس ما هو موجود، اعتقد انه حط يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا قاعد يشوف الباب برغم لو غيره ممكن انه ما يتصرف، ممكن يمشي به يقول انه بعيد الكوره، ولكن اتخاذ القرار انه يشوت اعتقد انه وفق حمد الله فيه. عبد الرزاق حمد الله رجل مباراه اليوم مع مراسلنا احمد الجابري ماذا قال؟ الحمد لله، يعني الضغوط كيف قلت سابقا الضغوط في يعني ضمن عالم كره القدم، فالحمد لله اعرف كيف اتصرف معها واعرف كيف اشيلها عني واللهم لك الحمد. ضغط مباريات الخميس مباراه واليوم مباراه والخميس القادم مباريات، كيف قادرين تتعاملوا مع هذا الشيء؟ بالعكس المباريات اللي تكون زي كذا يعني في صالح اللاعب على اساس ياخذ الفورمه، فاحنا ننتظر الخميس بفارغ الصبر مع جماهيرنا ان شاء الله على اساس ناكد التاهل ان شاء الله. شكرا. هذا عبد الرزاق حمد الله والحديث عن المباريات القادمة والتفكير في المباراة القادمة. الاتحاد صحيح كسب اليوم الثلاث نقاط، خسر لاعبين الصقور والعليا. هون مشكلة الاتحاد دائما نتكلم عن البدلة، يعني أنت جايب الصقور كان أنت احتياج، الشنقيطي مصاب، أيه؟ مسعود مصاب، زكريا ما أدري هو مصاب ولا مبعد، والآن يصاب اثنين. ليش مشكلة دائما في الأظهرة؟ مصاب. ليش المشكلة في الأظهرة؟ ما أدري وش المشكلة في الأظهرة، لكن هذا بيعاني فيه الاتحاد. أنت لما تتكلم حتى الصقور اللي أنت جبته كاستعانة وإن في تغطية المكان وفي عندك نقطة ضعف، فأنت اليوم صارت عندك كذا إصابة، فهذه تحمل مسؤولية برضو على الجهاز الفني في المستقبل. كتفة هذه إصابة ممكن تغيب أكثر من أسبوعين، فهذه جت لك أنت الترقوة قبل إن شاء الله ما تكون الترقوة إن شاء الله. لا لا الحمد لله، هي ما تدري وش الإصابة، هو كتفة، هو ماسك الكتف، هو يعني معناته ان الكتف اعتقد انه ما له دخل. طبعا هذه طبعا اصابه يعني ما هي زي اصابات العضليه او اصابات التمزق او الرباط الصليبي او لا، لكن هذه اعتقد انه احتكاك، ويمكن ما تلافى الاصابه، في لعيبه ما يتلافون الاصابه، ما يحاول يطيح ويبعد عنه الاصابه. بس عارف لو كبير اقول لك طيحت الكبير شينا توه 28 27 سنه اي، بس في ناس ما تعرف تطيح يا خالد، تحط يدها ومن تطلع الترقات ما يعني شوف البرازيليين كيف الحين لا طاحوا على طول، يفكر انه ما تجي اصابه من الطيحه، لان ما هي من الدف، لا من الطيحه على الارض، هنا مشكلته انه حط يده. يلا انا جتني الاصابه هذه وجتني اصابه ما تعرف تطيح، هذه مشكلتك. لاني ما ابحث عن ضربه جزاء. أو لا يا علي عبد الله العليان لاعب الاتحاد مراسلنا أحمد الجابري ماذا قال عن إصابته؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر، أحب أبارك لجمهورنا الغالي هذا الانتصار والثلاث نقاط، وبإذن الله مستمرين بهذا المسار. ما شاء الله ظهير أيمن ظهير أيسر بكل مكان. تعورنا اليوم لكن إن شاء الله الأمور زين. قل ما شاء الله، وبإذن الله الله يقدرنا نفرح الجمهور، وبإذن الله من هذا وأحسن. خميس مباراة واليوم مباراة والخميس القادم مباراة، ضغط مباريات، كيف قاعدين تتعاملوا معها؟ والله لازم نتعامل معها بكل احترافية، وبإذن الله بإذن الله قادرين نتعامل معها، وبإذن الله نهاية السنة نفرح بإذن الله. الله يسعدك، شكرا. نقول لك ألف سلامة كابتن مد الله العليان، والله صدق وين ما ترميه ما شاء الله يعطيك بقلب، مد الله تحطه يمينه تحطه يسار ما أعطي، ترى هو مصانع الهدف الأول اليوم
للاتحاد الحالات التحكيميه لمباراه الاتحاد والرياض مع الكابتن عبد الله القحطاني. كابتن عبد الله مساء الخير. مساء الخير ابو الوليد، امسي عليك على الزملاء الاعزاء معك في البرنامج، على الساده المشاهدين. اخر مباراتين في الجوله العشرين، نشوف الحاله الاولى في مباراه الاتحاد والرياض، هذه حاله في الدقيقه 44 حاله سقوط للاعب الاتحاد على مشارف منطقه الجزاء، الاستمرار كان قرارا صحيحا. اوردنا الحاله لان هذه الحاله لو كان فيها خطا بيكون هناك طبعا ركلة حرة مباشرة أو طرد، ولكن ما حدث في هذه الحالة هي حالة تنافسية ما بين المهاجم والمدافع. هنا نشوف كلا اللاعبين لديهم فرص للعب، تغير اتجاه اللاعبين، هنا حدث تصادم ما بين كلا اللاعبين، هي حالة تنافسية بالفعل ولا يوجد فيها أي خطأ في هذه الحالة. نذهب إلى حالة في الدقيقة 47 وهي حالة سقوط هنا للاعب الرياض داخل منطقة الجزاء، لا يوجد أي خطأ مرتكب. نشوف لاعب الرياض هنا ذهب بقدمه إلى لاعب الاتحاد الذي لم يرتكب أي مخالفة، الحكم كان لديه رؤية جدا واضحة، الاستمرار كان قرارا صحيحا ولا يوجد ركلة جزاء لنادي الرياض في هذه الحالة، والاستمرار قرار صحيح. نذهب إلى حالة أخرى وهي حالة طبعا ملامسة الكرة هنا ليد لاعب الاتحاد، الكرة لمست يد اللاعب بعد ارتطام الكرة بجسم اللاعب، أيضا اليد كانت في الوضع الطبيعي إلى جانب الجسم، لم يكن هناك لا تكبير ولا تعمد ولا فعل إضافي في قطع الكرة باليد، لذلك الاستمرار كان أيضا قرارا صحيحا ولا يوجد ركلة جزاء. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 62 وهي حالة طبعا فيها جزئين، فيها طبعا شك بملامسة الكرة ليد لاعب الاتحاد، ومن ثم حالة سقوط للاعب الرياض داخل منطقة الجزاء، طبعا لمسة اليد لا يوجد فيها أي خطأ. نذهب إلى الجزء الأخير، في حاجتين، في أنه لاعب الرياض لعب الكرة ولاعب الاتحاد كان يعني يشارك في قطع الكرة، ولكن لم يوفق لاعب الاتحاد في لعب الكرة، وفي نفس الوقت لم يركل لاعب الرياض، ما أسقط لاعب الاتحاد هو الدفع اللي تلاهنا من لاعب الرياض، وهذا اللي أدى إلى سقوط اللاعب. الحالة في مجملها حالة تنافس، لا يوجد خطأ، لا يوجد أي فعل مرتكب في هذه الحالة. عد الحالة، عد الحالة بالله. القرار وشو؟ قرار في فاول هنا؟ لا 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 لا. استمرار؟ إيه، حدث تصادم بين اللاعبين. لا يوجد ركلة جزاء للرياض. لا يوجد. نشوف اللاعب، لاعب الاتحاد كان يحاول أو يركل الكرة. أيضا لاعب الاتحاد لم يركل اللاعب. في أثناء ركل لاعب الاتحاد هنا نوقف، هنا لاعب الرياض لعب الكرة، لاعب الاتحاد يعني لو ركل لاعب الرياض هنا بيكون فيه طبعا ركلة جزاء. هنا أثناء الركل وش سوى لاعب الرياض؟ أخل بتوازن لاعب الاتحاد اللي كان هنا قافز في الهواء. نشوف اليد هنا على مستوى اليد أبو الوليد في الأعلى، كمل أحمد، نشوف هنا حدث الدفع اللي أخل بلاعب الاتحاد وأدى إلى ذلك السقوط. فهنا ما في خطأ مرتكب من لاعب الاتحاد في الأساس، لأنه لم يباشر لاعب الرياض بالركل، وإنما الاحتكاك كان نتيجة اختلال توازنه، وهذا فعل طبيعي وقراءة جيدة. نذهب للدقيقة 86، حالة ملامسة الكرة ليد لاعب الاتحاد، طبعا لا يوجد إعادة، حاولنا تقريب الكرة، الكرة اتجهت من قدم اللاعب إلى يده التي كانت في وضع طبيعي، لا يوجد تعمد، لا تكبير، لا فعل إضافي، لا يوجد ركلة جزاء للرياض، والاستمرار كان قرارا صحيحا من حكم المباراة. يلا، في حد استفسار عن حالات مباراة الاتحاد والرياض؟ نعم. يلا عشان ابو زياد نخليك تروح بدري اليوم وتروح تنام بدري. مباراة الهلال والرائد. طبعا نتجه الى المباراة الثانية معنا اليوم اللي هي مباراة الهلال والرائد، بدءا من الدقيقة 3، وهو حالة تسجيل هدف غير صحيح لنادي الهلال. وراح نوضح عدم صحة الهدف، هدف غير صحيح، وراح نوضح نعم ليه، لأنه لاعب الهلال اللي اندفع تجاه حارس المرمى أفقد حارس المرمى السيطرة على الكرة بعد أن سيطر عليها بيده ابتداء من الجانب، أدى ذلك الاصطدام إذا فقد الكرة. وكيف سيطر؟ يعني يد اللاعب مع الأرض، هنا يد اللاعب مع الكرة مع الأرض تعتبر سيطرة. الاندفاع لاعب الهلال أفقد لاعب أو حارس الرائد بالتحديد، كمل أحمد، هنا نوقف، هنا اللاعب سيطر على الكرة بيده مع الأرض ثم اتجه بالكرة إلى الداخل. نكمل نشوف أثناء السيطرة اندفاع لاعب الهلال، هنا أفقدها الكرة بعد أن اندفع، نشوف يد لاعب هنا الرائد على الكرة اللي هو الحارس، مسك الكرة على الأرض يعتبر سيطرة من الحارس، اندفاع لاعب الهلال تجاه حارس الرائد أفقدها الكرة، لذلك هذه من الأخطاء التي تحتسب. إذا الحارس مسيطر على الكرة بين الكرة والأرض تعتبر حالة سيطرة
اندفاع لاعب الهلال أفقده ذلك الفعل، لذلك كان يجب مراجعة الحالة بشكل دقيق جدا وإلغاء هدف الهلال لكون اللاعب وقع في مخالفة إفقاد الحارس الكرة ليده. طبعا نذهب للحالة في الدقيقة 16 وهي حالة عدم احتساب ركلة جزاء لنادي الهلال نتيجة المهاجمة بإهمال على قدم لاعب الهلال الذي هنا ركلة جزاء للهلال لم تحتسب، وراح نوضح نشوف هنا قدم لاعب الرائد اتجهت مباشرة إلى قدم كمل أحمد راح يوضح معنا أفضل في الحركة اللي بعدها. هنا نشوف هنا القدم من الأعلى إلى الأسفل أجابت قدم لاعب الهلال، هذه حالة مهاجمة بإهمال واضحة، ليس التنافس بسيط ولا سمول تشالنج، لا هذه فعل يرتقي إلى الإهمال، كان يجب أن تراجع الحالة بشكل أدق واحتساب ركلة جزاء لنادي الهلال. في الدقيقة 22 حالة سقوط للاعب الهلال، حالة تنافسية تحدث كثيرا ما بين المدافعين والمهاجمين، لم يرتكبون مدافعين الرائد أي خطأ، لا يوجد ركلة جزاء للهلال والاستمرار كان قرارا صحيحا. نذهب إلى الدقيقة 27 وهي احتساب ركلة جزاء صحيحة لنادي الهلال نتيجة المهاجمة بإهمال على قدم لاعب الهلال. هنا الحكم كان في موقف سليم، انتظر برهة لعل الكرة تكتمل هدف لنادي الهلال، وعندما عدم اكتمال الكرة عاد للفعل الرئيسي وهي احتساب ركلة جزاء وهو قرار صحيح. هنا نشوف دخول اللاعب بإهمال على قدم لاعب الهلال. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 73 وهي حالة عدم احتساب ركلة جزاء لنادي الرائد في هذه الحالة نتيجة لمس الكرة ليد لاعب الهلال التي كانت في حالة تكبير. نشوف اليد هنا انتقلت من الأسفل إلى الأعلى، هنا تجاوزت الكرة المنطقة المسموح فيها، نشوف هنا الكرة اصطدمت أسفل الكم جهة لاعب الهلال، هذه الحالة حالة تكبير للجسم يجب احتساب ركلة جزاء لنادي الهلال الرائد، كان يجب أن تراجع الحالة بشكل أدق مما هو عليه. نذهب إلى حالة أخرى، هنا الحالة حالة ملامسة الكرة ليد لاعب الرائد الذي طبعا هنا كانت يده إلى جانب جسمه، كانت في وضع طبيعي، لم يكن هناك تعمد، لم يكن هناك تكبير. هنا اللاعب اللي كان أمام لا زميله هو الذي طبعا فاجأ زميله بهذه الكرة، حاول لعب الكرة بالرأس التي اتجهت إلى اليد أيضا والتي كانت في جزء طبيعي وفي مكان طبيعي. حالة أخيرة في الدقيقة 92 سقوط للاعب الهلال، حالة تنافسية ما بين المهاجم والمدافع، لا يوجد خطأ مرتكب، دائما هذه الحالة يعني تتكرر كثير ما بين المدافعين والمهاجمين، هنا دائما صاحب التكوين أو الاستقرار الجسماني الأكثر هو من يكسب مثل هذه التنافسات، ولكنها لا ترتقي للأخطاء وإنما حالة تنافس طبيعي. يعطيك العافية أبو زياد، يقول لك أو جزاء، ها شفت السرعة اللي أنت فيها، بس بجانك لأنك تضيع وعطيت من اليوم يبغون يتساءلون. لا لا لأنه خالد أبو زياد على أي حالة؟ أي حالة؟ حالتين. أيوه فيه حق التنبكتي، أيوه، وفيه حق سالم الدوسري، يقول سيطر على الحارس، كيف سيطر على الحارس؟ أيوة جبناها في التكبير الأولى، أيوه ما سيطر الحارس شيل التنبكتي، عطني حقه الحارس، لا حقه الحارس اول شيء الهدف الغير صحيح. لا بس اعطوني كلام ابو زياد، اعطوني الكاميرا اول ابو زياد، عفوا اعطونا الحاله من فضلكم، الهدف اللي يقول ابو زياد الهدف غير صحيح، الحاله الاولى كيف سيطر عليها الحارس؟ طيب جزء من السيطره ابو عبد العزيز، اعطوني الكاميرا عشان اشرح انا بعدين نروح للفيديو. انا لما امسك الكره ما بين يدي وبين الارض هذا يعتبر سيطره للحارس بموجب نص القانون، إن الحارس يعتبر مسيطرا على الكرة سواء لمسها مع الأرض أو كانت على كف الحارس تعتبر سيطرة. هنا حارس الرائد الحارس ثابت يا وهو سالم متحرك، يعني أنا حارس أنا معروف إني لما أثبت صحيح. ويجي اللاعب يضرب فيني مستحيل إنه عملني الكرة، الكرة لما أنا ماسكها بيدي ثنتين ممكن لا. لكن الحارس فاكني يديه أبو زياد ما يعني ما مسيطر عليها، مستحيل انه يسيطر عليها. وهذا دوري اوضح ابو عبد العزيز، سيطره الكره تعتبر بالمسك، تعتبر بوضع الكره على كف اليد، ولو جاء لاعب واخذها ما حتى في اخذه ما جت ولا شو اسمه ولا جت في رجله شوفه، انت قلت اللي عندك ابو عبد العزيز ما لمسها، انت قلت اللي عندك، خليني اوضح اللي عندي. طيب يلا معاك انا. ممتاز، خلينا نتكلم عن السيطره. السيطره تعتبر مسك او وضع الكره على كف الحارس وجاء لاعب اخذها تعتبر فاول، أو الحارس وضع يده على الكرة بينه وبين الأرض تعتبر سيطرة. حارس الرائد بنشوفها في الفيديو هنا من الجنب مسك الكرة، الاندفاع أفقده مسك الكرة، أعطونا السكوب اللي على وضحناه على الكرة توضح أن الحين هنا بس نرجع أحمد شوي، نرجع هنا الحارس هنا مسيطر على الكرة،
إلى الأرض، هنا اندفاع لاعب الهلال أفقده الكرة. الفقد هذا منعني من السيطرة، ناهيك عن اندفاع لاعب الهلال تجاه جسم الحارس. الحالة في مجملها هي حالة خطأ، لأنه منع الحارس من السيطرة ومسك الكرة بالشكل الذي يرتقي إلى الخطأ، يعني لم يعد تنافس على وضعية الحارس. ما أعتقد أنه لا ما يسيطر على الكرة، وضعية الحارس بالشكل هذا لا يمكن أن يسيطر على الكرة. محمد أرجع أقول هذه الحركة معروفة عندنا حراس، أننا نفتح رجل وهذه يعني معناته ما إحنا مسيطرين، نبي الكرة بس نضرب جهة وأنا أشرح في جهة. أنا أتكلم عن وضع اليد على الكرة تعتبر سيطرة، أي فعل يفقدني الكرة يعتبر خطأ. أنت تتكلم عن موضوع اندفاع بدني، لا، الحارس كان وضع يده على الكرة إلى الأرض، هذه تعتبر سيطرة، إلى الجسم تعتبر سيطرة، أي وضع للكرة في يد الحارس مع جسم آخر يعتبر سيطرة. هو وضع الكرة إلى الأرض إلى الفخذ، اندفاع البدني للاعب الهلال خلى لاعب يفقد الكرة، وهذا اندفاع وهذا فعل طبيعي. نشوف الكرة وين فقدها في الجزء الأخير من الاصطدام. أبو زياد، سؤال مني أنا، هي الآن من وجهة نظرك الهدف غير صحيح لأن الحارس كان مسيطر على الكرة، نعم، أم بسبب التصادم والاندفاع؟ لكن أنا أذهب للفعل الأوضح بالنسبة لي، الفعل الأوضح أنه أفقدني الكرة. ممكن يتحمل الحارس موضوع سقوطه وأنه نافس برجله، لو قلنا نافس بالرجل فقط نقرأها هل هو يحق له أو ارتكب عليه خطأ ولا لا. إذا الحارس قرر أنه يلعب برجله فهو لاعب، لكن إذا قرر أنه يستخدم يده نشوف هل هذا الفعل أفقد الحارس السيطرة أو لا. هذا الفرق اللي لازم أبو عبد العزيز أصلا توصل المعلومة، أن السيطرة تشمل حتى لو أنا حاط الكرة على الكف. أبو عبد العزيز يعني أنا أبو زياد عفوا، بس عشان أشرح للمشاهد تشرح لنا، لأني أنا إلى الآن الحين لما حط يدي على الكرة مع الأرض، أو مع جسم سيطرة، مع أي جسم أو ماسكها بالشكل هذه سيطرة. نعم سيطرة. طيب إذا كانت الكرة متحركة؟ لا، متحركة وما بين يدي والأرض سيطرة أبو. هذه سيطرة. نعم. إيه أنا بسأل لأني تدري زي إيش؟ زي الحارس لما يكون ماسك ويحرك يدينه ما تعتبر سيطرة. على الأرض يعني ماشي على الأرض، ماشي يدي فوق، على الجسم، على القائم، أنا ماسكها على القائم. مثلاً تعتبر ما بين جسم وجسم. هذه هي موضوع، هذه منصوص عليها في النص. ممتاز. ليس اجتهاد. أنا والله ما كنت أعرف المعلومة يا أبو. كثير يجهلها أبو وليد. في سؤال. أنا ما أنا مقتنع بهذا. طيب وش السؤال الثاني؟ بس لك البراغراف حق ضربة. أنا بروح لضربة الجزاء حقت الرايد، حقت تنبك احمد، اعطينا حقت الرايد، اعطينا اخر كليب في هذه الحاله. حقت الرايد الحين تقول انت حقت الرايد بلنتي وحقت الهلال ما هي بلنتي، رغم ان حقت الهلال هي قريبه، كانت اقرب من حقت الرايد. احمد اعطينا اخر لقطه نوضح التشريح اللي كانت عليه اليد، وين كانت لحظة ركل الكرة؟ نفس هذا بس بعد الكورة. لا لا لا. تنبكتي قريب الكورة. أبشر. ولاعب الرايد بعيد. وضحه أبو عبد الله. أحمد أعطينا آخر كليب. هذا هو اللي عندي. متر بينهم، شوف يعني ما في متر بينهم. ممتاز. كانت يد لاعب الهلال إلى جانب جسمه أثناء ركل الكرة، ثم ارتفعت لقطع الكرة. كلها كده ها، كلها من ورا جاية من ورا. بس أحمد. شوف يده راح ده ورا يده. لا لا لا. أعطونا الشاشة كاملة. هنا وين كانت يد لاعب الهلال؟ إلى جانب جنب جسمه. ممتاز. يعني وراحت ورا. ممتاز. لا وين راحت؟ راحت من جنب. هذه شوف تحرك. كمل أحمد كمل. راحت إلى الجنب وليس إلى الخلف. هنا تكبير أبو عبد العزيز، يعتبر تكبير لأنها راحت بشكل عمودي ولم تكن بجد. ورينا حالة الراحة، حالة الرايد. نذهب المباراة الرايد والهلال. نعم. بجانب بعض يا مخرجنا. من فضلك. بجانب بعض حالة الرايد والهلال. طبعا التشريح الحركي. عفوا محمد، عفوا. عشان يشرح لنا وش الفرق بين هذه وهذه، حالة الرايد والهلال اللي موجود. أعطيني الكاميرا علي، أعطيني الكاميرا. تفضل. أثناء ركل الكرة من لاعب الرايد كانت يد لاعب الهلال هنا إلى الجانب، وأثناء الركل ارتفعت إلى الخارج، هنا تعتبر تكبير. لاعب الرايد لا زالت إلى جانب جسمه وحاول يبعدها إلى الخلف، وهنا الفرق أني أروح بشكل عمودي أو أكون بشكل جانبي. هذا الفرق يا ابو عبد العزيز. هذه جزئيه، هذه اوضح من تنبكتي. هذه واضحه، راحت للباب ويده طاحت من ورا جسمه. انسلي موضوع الباب الان، احنا نتكلم عن وضع اليد. اترك موضوع الباب، هذا موضوع اخر مختلف. نتكلم يد لاعب الرائد كانت الى جانب الجسم. اي مدافع يوقف بالشكل هذا؟ اي مدافع؟ لاعب الهلال اثناء لمس ركل الكره بلنتيات. شفنا بلنتيات. برضو ارجع واقول ماني مسؤول عنها، انا مسؤول عن ما احلل وليس عما يحكم الحكام. انا عما احلل، انا الشيء اللي اوضح له بتشريح حركي مرتبط بقانون كره القدم. اليد اذا طلعت للخارج هذا تكبير،
إذا هي إلى جانب الجسم وحركتها طبيعية هذا وضع طبيعي وتشريع حركي للجسم. أضف اللاعب الرائد ترى تفاجأ بالكرة من زميله الذي فقدها وكان بيقطع الكرة برجله، يعني ترى ردة فعل لاعب الرائد نتيجة مفاجأته بالكرة، لكن لاعب الهلال لا، رفع يده لقطع الكرة. شوف هنا هذه لعلها توضح، نشوف هنا أعطونا أيوة، شوف اليد وين راحت، إلى الجنب وليس إلى الخلف. طبعا هذا فعل الأخير بعد ما راحت الكرة اتجهت اليد إلى الخلف. هذه مجمل الحالات. أبو زياد ما شاء الله يعطيك ألف عافية. عند أحد متعارف، شوف الداعية لو تجلس بتقنع سنتين ما راح يقنع. محمد علي على كلها بر الجسم. أنا بقول شيء لاعب الرايد يضرب برأسه يضربه بيده يقول لي يده بالجسم ما تجي. السؤال أبو زياد بقول شيء بس تفضل. شوف أنا يمكن من النوع اللي عدم مدى التحليل إني ما أسمح بنقاشات، لكن هم عنصرين مهمين في اللعبة اللي هم المدرب واللاعب يفهمون كرة. لذلك أنا أفتح نقاش عشان نوصل الحقيقة. لعلمك في لاعبين في المنتخب يفقدون كثير من القانون وهو يلعب منتخب أساسي، فما هو بالضرورة. لكن هنا دورنا أنا ومحمد وأي شخص متخصص أنتم والوليد أبو زياد صحيح نعم. لا في ناس يقولون أنه لا أنا ترى أسمح بالنقاش مع مدرب ومع لاعب لأنهم عناصر لعبة. أبو زياد النقاش بعض الأحيان تعطينا أنت في ملاحظات صحيح. غافل عنها قانونيا صحيح، لأن ما في شيء تطور في القانون أنا أماني لا نعرف عنه. يمكن محمد ما تزم 30 سنة ولا لا نتكلم. لا وقف خالد. الحركة اللي صارت من حارس الرايد الهدف حق سالم هذه احنا تمرن عليها، ما 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 نقدر نسيطر عليها. وقف لحظة الحركة حتى الحارس يبغى يكمل. ما قدر. الحين الحركة هذه نتدرب عليها يوميا، انه لما يجيك منفرد عليك لاعب نسوي الحركه بالشكل هذا، يعني معناته اني ما اقدر اسيطر، ابي الكره تضرب جسمي لاني انا اللاعب مسيطر. واذا كان مسيطر عليها ما سيطر عليها الحارس ضربته فيه، ما سيطر يعني يد هنا ويد هنا، كيف تسيطر بيد واحده؟ كيف تمسك الكره بيد واحده الا كره عرضيه ممكن. ابو زياد تفضل. طيب واذا جبت لك الباراجراف اللي يقول انه يد مع الارض سيطره تقتنع؟ هذا إذا قانونك مال جديد ما أدري. لا قانون كرة القدم. بقول لك شيء محمد. لا هو قصدك قانون كرة القدم. لا بقول لك شيء محمد. كثير من بقول لك شيء، أنا في مباراة حكمها مدافع في ركلة مرمى يكشف زملائه متسلل، هل معناه أنه تدربت عليها أنه يطلع زملائه من تسلل في ركلة مرمى أقول والله هذا ممتاز؟ هذا يفقد نص انه ركله المرمى ما فيها. طيب انا ما بشوف عشان ما نتشعب. بعطيك مثال اخر ومن نادي الهلال. لا بس مثال البريك في موضوع ارجاع الكره البونو في اسيا. طيب. هل لاعب منتخب وفي نادي الهلال ما يعي انه اخذ الكره ورفعها واعادتها للحارس انها ركله حره غير مباشره وانذار؟ كثير مما تتدربونه قد يخالف الواقع ابو عبد العزيز. طيب اذا لو فتحنا الموضوع ابو زياد ورجعنا للتاريخ ونرجع لا انا اقصد اعطي امثل جديده. عندك اضافات للمباراه المباراتين اليوم؟ اي اضافات ابو زياد؟ عندكم سؤال انا جاوب. بيض الله وجهك. شكرا لك يا كابتن عبد الله القحطاني. موعدنا بحول الله الاسبوع القادم. اجازه سعيده ابو زياد. الله يسلمك. اجازه سعيده. شكرا لك ابو زياد، يعطيك الف عافيه. لانه دخلنا في موضوع التحكيم ما راح نوقف ترى، ما راح نوقف. هي نفس اللقطات يا خالد. طيب الرجل هي نفس اللقطات. انا حكي انا هذه من قريب يقول لك دائما اول بالقانون، اذا صارت من قريب ما يقدر اللاعب يتلافها والبعيده يقدر يتلافها. لذلك بعد الحرج عني وعنك وعن احمد وعن علي. يا اخي نفهم مختص. وين اللي تفهم؟ ما حد قال لك لا. بس في رجل مختص في لقطات نفهمها. في رجل مختص احنا دائما سوى منتخب ولا بنادي يجون حكام يشرحوا لنا القانون علمونا الصح والغلط. طيب انا ما اكمل في الموضوع. تبي تبغى نفتح الموضوع مره ثانيه نرجع ابو زياد؟ لا خلي يرتاح ابو زياد. ما عندي مشكله، خلي يرتاح ابو زياد. اعطيه العافيه ابو زياد من الاحكام. طيب. اللي برجع بس لي مره ثانيه، حضور جماهيري في مباراه الاتحاد والرياض انا انصدمت في الحضور هذا. اختبارات نفس الوضع؟ لا ممكن سبب، لكن انا اعتقد ان دائما احنا تكلمنا ان فرصه للجماهير
واحنا دائما نتكلم عن جماهير الاتحاد هي المثل الاعلى، المثل الاعلى لكل الجماهير للامانه. اليوم خيب ظننا احنا كمتابعين، اليوم جمهور الاهلي الاتحاد خيب ظننا، لانه هو دائما اللي دائما سباق في الحضور ودائما نتكلم عن جمهور الاتحاد. اليوم للاسف ممكن نعطي اعذار على الاختبارات، بس مرت ظروف اكثر من كذا، اختبارات ويكون حاضر الاتحاد، حتى ازمات يكون حاضر. ما نتمنى نشوف هذا المشهد لا من جمهور الاتحاد، وامس تكلمنا على جمهور النصر ومباريات الجايه. طيب علي على الهدف الاول الاتحاد يتحمل كامبانيا؟ لا اعتقد ان هدف جدا صعب، هدف مميز، طريقه الانهاء من حمد الله بطريقه جدا يعني فيها كثير من الخبره الكبيره، انك تسجل هدف من هذه المنطقه بالوليد، استلام مميز باليسار، توجيه الكرة بشكل جدا يعني مقوس، أعتقد أنها كانت فيها جدا صعوبة لطريقة الركل. صحيح ما فيها قوة، ولكن فيها كثير من المهارة، كثير من المهارة. هذا كامباني، وهذه أرقامه في مباراة الاتحاد، حتى ضع أرقامه، ما حطلع لين تطلعون أرقامه، ما في أرقامه. طيب هيلمان مدرب الرياض مع مراسلنا احمد الجابري ماذا قال؟ مشكلتنا اليوم هي اننا لم نحسن التصرف في تسيير وقت المباراه، ونقص التركيز في اخر الامتار والتمريره الاخيره، كان بالتاكيد ان نسجل اليوم لولا التسرع. سيطرنا في الشوط الثاني، اكيد الاتحاد في الشوط كانوا افضل منا بشكل طفيف، في الشوط الثاني كانت لدينا فرص ولم نعرف كيف نترجمها لاهداف. المباراة كانت صعبة على الاتحاد، سجلوا هدف الخلاص في آخر ثواني المباراة، في الأخير كنا نحاول التعديل ومن بعدها جاءت مرتدة قاتلة أنهوا بها المباراة. وفي الأخير أريد أن أشكر اللاعبين على ما قدموه اليوم، وعلينا أن نواصل بنفس الوتيرة. المباراة المقبلة ستكون مغايرة ومختلفة عن هذه، إذا لعبنا مثل مباراة اليوم ستكون لدينا حظوظ أكثر للفوز. We can play like this. يلا هذا حديث مدرب الرياض وعن المشكله اللي موجوده فيه. كريم بنزيما اليوم كيف شاف اداء؟ انا اقل من المتوقع للامانه، يمكن انا اشوف ان كريم بنزيما ولا حمد الله خطف الليله. لا اشوف حمد الله دائما حاضر، لكن كريم بنزيما واضح على المستوى الذهني ما هو موجود. انا تحليلي لبنزيما واضح انه مشتت ذهنيا وليس فنيا، لاعب تحس انه عنده ما هو في مشاكل خارجيه، اللاعب ما هو من حتى من قبل في الاعداد ما كان على المستوى الذهني جاهز. فاعتقد ان بنزيما عنده مشكله ذهنيه هي اللي قاعد تاثر عليه، واللاعب اذا ما كان ذهنيا. احمد واحد مر في أصعب الأيام مع صحيح. ريال مدريد في تشامبيونز ليج، يعني المشكلة اللي في الاتحاد أثر عليه أكيد. فرق، أنا بقول لك وش الفرق في ريال مدريد بيتحمل المسؤولية، وهنا ما يتحمل. لا في ريال مدريد يعرف إنه في ريال مدريد، هنا في الاتحاد هو حاس نفسه إني أنا جاي للاتحاد، أنا جاي من ريال مدريد. العكس، أنت لما تيجي من ليون لريال مدريد فعليك أن تتحمل، عكس أنه هنا لما تيجي من ريال مدريد للاتحاد، من فريق أكبر إلى فريق أقل كسمعة. هذه الفوارق، لكن ما هو على المستوى أنه مر بمشاكل. أكيد أي لاعب يمر بمشاكل يعرف كيف يتعامل، لكن هو الدوام اللي عايشها أني أنا كنت قائد ريال مدريد وكنت على مستوى عالي وأحسن لاعب في العالم وكنت في مستوى عالي، الآن في الاتحاد قاعد أعاني، فهي تسبب له مشاكل ذهنيه. طيب هذا مثلا هذا سافيتش جاي من لاتسيو، هذا ميتروفيتش، هذا رونالدو، صحيح بس هذا ما واجهتهم مشاكل. نيفز ما واجهته مشكله، سافيتش ما واجهته مشكله. هل شفته في مشاكل مع مدرب؟ هل شفته مشاكل في عدم الاشراك؟ طيب وش حلها بصراحه؟ وش حلها؟ الحل انه هو لابد انه هو كلاعب يعرف انه كل مشكله ولها وانتهت. الان لابد هو يثبت اني انا موجود، اني انا لابد اني اعطي الاتحاد حقه، اني لابد اني انا اعطي في داخل ارضيه الملعب. اليوم ايضا حجازي هو القائد وليس بنزيما، يعني طبيعي.
طبيعي انا اعتبره طبيعي لانه هو الكابتن الموسم الماضي والموسم الماضي هو اللي رافع كاس الدوري واعتقد انه يمكن اكبر سنا بعد يمكن من بنزيما والله ما ادري بنزيما اكبر ما ادري عاد انا وش الاليه اللي في الاتحاد ولكن ما اعتقد ان الكابتنيه تسبب مشكله يعني انه يظهر لا 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 بس اسال ايه يظهر بنزيما يمكن احمد قال كلام كانت قال كلام بلاعب صغير اقول لك ممكن لكن لاعب ريال مدريد وكابتن منتخب فرنسا وافضل لاعب بالعالم لما تواجه مشكله ولا مشاكل اذا ما حلها افضل لاعب بالعالم جل من يحلها اذا هي مشكله مدرب يروح يقعد مع المدرب اذا هي مشكله اداريه يقعد مع الاداره حلت ما في شيء اذا او هذا اللي انا على حسب كلام احمد ويقول على الفتره الماضيه مش على هي الفتره الماضيه هي. أنا أقول يمكن ما هو جاهز يمكن قلناها من بداية الموسم قلنا حنا بنزيمة وحمد الله ما يلعبون مع بعض إلا إذا المدرب لقى طريقة أن تساعد الاثنين سوا بس أبو عبد العزيز هل هي استمرار هذه اللي قاعدة تمر فيها بنزيمة مستمر من بداية الموسم يعني استمرارية ما هي وليدة اليوم اليوم تقول هو سيء ولا اليوم اللي صارت المشكلة أو مع جيارد هو مع نونو مع ما تقول أفضل لاعب بالعالم ولا يعرف المشكلة اللي هو فيها واللي يظهر بالمستوى هذا لا هذا ما معليش هذا اللاعب الصغير ممكن أنا حللتك أنا قلت لك إنه هو مشكلته إنه شايف إنه هو كلاعب أفضل لاعب في العالم وإني أنا كنت جاي من ريال مدريد انت الحين انا جاي من ريال مدريد ابو عبد العزيز لا لا لاعب الافضل بالعالم ابو عبد العزيز المفروض طيب المفروض يا احمد ابعطيك مثلا تقول لي انه ريال مدريد اكبر من الاتحاد ما تجي انا لاعب كره قدم سواء انا اجي هنا ولا اجي هنا ما يمكن انا احترم نادي الاتحاد ونادي الاتحاد نادي كبير ونادي بس ما يقارب ريال مدريد انا واقع في كره القدم ابو عبد العزيز في كل النواحي معليش مع ابو عبد العزيز كانجازات وكتاريخ وكعراقه وك ترى على فكره الان وقتنا الحالي اقارن نادي الاتحاد الهلال النصر وش عندهم ريال مدريد وش عندهم ابو عبد العزيز انا ما فرق لا انت تقول اكبر يعني انا لما انا لما اجي انا من لازم اجي من نادي صغير للاتحاد على اساس انه يصير كبير الاتحاد يا ابو عبد العزيز انت خلنا الحين لما يجي لاعب لا يجيك لاعب الحين انت خذيته كنادي الهلال من نادي اقل او نادي يعني في المرتبه الاولى في الصف اللاعب اللي يحترم نفسه اللي يخدم الفريق صغير ولا كبير خلنا انا افضل لاعب العالم المفروض طيب خلني افهمك النقطه اللي بوصلها لك افهمك طيب. النقطه اللي بوصلها لك انت الحين شريت لاعب في درجه اقل درجه اولى درجه ثانيه درجه وليس تقليل من اللاعب هو مميز انت خذيته الان لما يجي بيعطيك ضعف اللي كان يسوي في الدرجه الاولى بيتحسن في المستقبل اكيد لابد يتحسن هو كلاعب وكامكانيات يقدر يتحسن علي الحبسي في رده فعل بنزيما بعد هدف حمد الله الثاني انا والله ما شفتها الشباب قالوا في رده فعل جميله شاهدها ولا ما شفتها بعد اكيد رده الفعل شفتها اكيد أيه. شفتها بالوليد صفق على الهدف و أكيد يعني هو كونه مهاجم يدرك أن هذا الهدف مش هدف سهل يعني ردة فعل بنزيمة تعطيك المؤشر أن هذا الهدف هدف يعني ما ممكن أي لاعب حتى لو كنت مهاجم على مستوى عالي ما تجيب هذا الهدف بهذه الطريقة ف يعني تصفيقه ابتسامته بهذه الطريقة ونفس الشيء بعد المسافة صحيح. تدللك على قيمة هذا الهدف أبو الوليد هذا من جدلان الوليد في هاشتاج دورينا غير من خلال منصة إكس محمد الدعي يقول ماذا ينقص الاتحاد ليتأهل في آسيا الاتحاد أعتقد أنه الآن يعني شفنا إحنا مستواه في الأسوية وشفنا مستواه قبل الأسوية كان في كأس الملك و ثم الدوري مع امام الطائي اعتقد انه الاتحاد انه بدا الاتحاد يعرف الطريقه اللي هو يلعب الا لا ما يعني اذا اشترك بنزيما وحمد الله مع بعض هنا تصير المشكله يعني تشوفهم كلهم مكان واحد اعتقد هذه ترجع لمدرب الاتحاد انه النواحي التكتيكيه لابد انه يعدل فيها الشيء الجميل في مانشيني الان شاهدته من ملعب الى ملعب الى ملعب وهذه مسؤوليه مانشيني ولابد يعني لابد انه يكون حاضر حتى الاختيار يكون هو بقناعة أكيد بيشوف اللاعب في أرضية الملعب يشوف وأنت تعرف أبو وليد أنك لما تحضر تشوف اللاعب عن قرب تعرف حتى تصرفاته فهذا شيء واجب على المدرب المنتخب لابد كل مباراة يحضرها ألف مبروك الاتحاد حظ أوفر للرياض بعد الفاصل
نفز البرتغالي يبهر الجميع. السعوديات نثابر لنحقق أهدافنا، والبقع ما توقفنا مهما كانت صعبة. عشان إيريال الجديد في صفنا، إيريال سريع الذوبان يتغلغل بعمق ليزيل أصعب البقع أفضل من أي مسحوق آخر. إيريال الأول في إزالة البقع. هل تنزف لثتك عند استعمال الفرشاة؟ قم بالتغيير، قل أهلاً لغسول اللثة من بارودونتاكس. يستهدف 3 مرات أكثر بكتيريا البلاك حول اللثة ويساعد بمنع تراكم البكتيريا. بارودونتاكس، عناية فعالة بصحة اللثة من خبراء اللثة. الكرة مع علي، يا سلام، علي ما شاء الله عليك، صحتك دوم عالي العال. الحمد لله، أنا حريصة أستخدم له صابون ديتول. الآن صابون ديتول مع تقنية الحماية من الجراثيم. في فصل الشتاء الجسم معرض للأمراض مثل الإنفلونزا وغيرها، ومثل ما تشوفون الجراثيم موجودة على الجسم كله. واحدة صابون ديتول يحمي عائلتك من 100 نوع من الجراثيم المسببة للأمراض. صابون ديتول حماية يومية، ريح بالي وتحمي عائلتي. أي شيء أتحسس منه أسوي له سكيب، خصوصاً الحساسية في الدورة الثقيلة سكيب. بس الحين صار في Always Aloe كولا الجديدة لأيام الدورة الثقيلة، بخلاصة الألوي فيرا لصفر حساسية، تمتص التسرب الثقيل فوراً لصفر تسريب، حساسية بالناقص. كطبيبة وأم دائماً أتأكد أن الكل في أمان من الجراثيم والفيروسات. أستخدم داف جولد، ينظف ويطهر، وهذا هو الدليل ورائحة الدوم. ألم شديد بسبب التهاب الحلق؟ لذلك طورنا ستريبسولز أكسترا ذو الفعالية الثلاثية، يستهدف الألم بسرعة، يحارب العدوى ويلطف الحلق. وداعا لالتهاب الحلق، استعمل ستريبسولز اكسترا. ايش نقول للتسرب؟ لا. وللتسلخات؟ لا. بامبرز الجديد بمستخلص الصبار، الان مع طبقه امتصاص اضافيه وكريم بمستخلص الصبار، يمنع التسرب ويحمي من التسلخات. لا تسرب، لا تسلخ. هلا بالصبار، هلا بامبرز. يا ابو فارح، لا والله الا كسر اللازمه بيننا. ما عنده مرة تطبخ له؟ لفل! حي هالقبلة يا بعد عيني! خدت الرجال من زوجته! أنا جنية مسلمة! والله العظيم إني سمعتها! إلى مني طلبتك! طلب قلتم! حمامة! أنت تهرج من عندك! علوم الأولين من الأحد إلى الخميس 6:45 مساء على السعودية. حياكم الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام. الهلال ينتصر على الرائد 3-1. علي الحبسي عن المباراة. أكيد اليوم الهلال لعب مباراة جدا كبيرة، لعب مباراة جدا متميزة خصوصا في الضغط العالي، سيطر على المباراة. التنوع الكبير اللي شفناه اليوم في السيطرة، سواء من الأطراف، العمق، استحواذه على الكرة،
تميز سالم على في الجانب الفردي نفس الشيء اللي اعطى افضليه كبيره اليوم للهلال. نيفيز في الخط الوسط اللي كان دينمو الفريق ما بين خط الدفاع ونفس الشيء توصيل الكره للخط الامامي، نفس الشيء شفنا اليوم اهداف متنوعه في الجانب الكرات الثابته. فالهلال اليوم اعتقد انه قدم صوره جدا جميله، استمراريه في الاداء، استمراريه في العطاء اللي جالس يبني عليه سواء ما بعد التوقف في الدوري في بطولة آسيا. هذا الشيء يعطيك نفس الشيء الجاهزية معظم اللاعبين سواء دكة الاحتياط اللي دائما هي القوة الكبيرة في الهلال. فالهلال اليوم أعتقد أنه قدم شيء متواصل في الأداء. نفس الشيء لا تنسى أنه سلسلة الانتصارات اللي وصل لها نادي الهلال حاجة جدا كبيرة. محمد عيا، هذا من جمال محمد من خلال هاشتاج دورينا غير منصة إكس، يقول وجه سؤال مباشر لضيوفك الكرام، من هو الفريق في دور روشن القادر على وقف انتصارات الهلال؟ ما أعتقد أنه في هناك فريق نوقف الهلال على طريقة لعب الهلال والنجوم الموجودين في الهلال، وأعتقد الجهاز الفني قادة جوسس، أعتقد أنه من الصعب يعني إلا إذا كان الهلال إلا الهلال نفسه. الهلال نفسه هو اللي ممكن ترى الايقاف تعادل، اتكلم حتى لو تعادل صعب يا خالد. الهلال لما تلعب معه بطريقه دفاعيه عنده صناع عنده هدافين، يعني ما عنده هداف واحد. اذا فتحت ملعب مصيبه مصيبه يعني على مين؟ على الفريق الثاني. تفتح ملعب مع الهلال لا معليش، مهاره في ناس تصنع، سالم الدوسري، مالكم، ميشيل، متروفيتش، نفز، يعني حتى الاحتياط المستوى الأساسي، يعني من الصعب جدا. أنا أقول لك اللي يبغى يوقف الهلال راح يتعب صراحة. الهلال بخطوات البطل. هناك أندية تبدأ مواسمها على أهداف وتخطط لذلك، منها من يسعى لمحاولة خطف لقب أو دخول منافسة قارية، وهناك من تنافس من أجل البقاء ومواصلة حلمها مع الكبار، وهناك الهلال يدخل المنافسة ويبدأ موسمه لحصد الأخضر واليابس، وهنا يكمن الفرق، الهلال في واد والبقية في واد آخر. الزعيم وبسياسته في كل شيء ترفع له القبعة إدارة وتسييرا وتخطيطا، وهذا ليس وليد اليوم، فالتاريخ كتب ودون بأن أزرق العاصمة هو سيد الألقاب بالمملكة. هي عقلية وشخصية أي لاعب يتقمص ألوان الفريق أو مدرب يشرف على هذا الكيان الكبير. الحمل ثقيل والطلب مكلف. أرقام الهلال ستدون في موسوعة غينيس، أرقام لم تأتي من العدم. 30 مباراة متتالية في كل المنافسات والبطولات وفي كل الملاعب. الزعيم يحلق عاليا ولا يعرف التعثر، لأنه عرف كيف يكون فريقا حول مدرب هو التحدي نفسه. جيسوس قائد يمكنه السيطرة على أي تشكيلة مهما كبرت الأسماء وتاريخها، شغف وصرامة وشخصية جعلت منه العقل المدبر للفريق البطل. الزعيم يسير بعقلية البطل، وليس غريبا أن نشاهد ما يقدم هذا النادي الأسطوري المتكامل الأركان من خط خلفي لا يزعزعه هجوم المنافسين، وخط وسط يسيطر بالطول والعرض وفي كل الميادين، وبهجوم فتاك لا يرحم. 30 مباراة متتالية لم يتوقف عن التهديف، 190 يوما عن آخر هزيمة بالبطولة العربية، وكان الزعيم يتحدى الزمن، فمن القادم؟ والسؤال بات يتكرر في كل مرة، من يستطيع كسر أرقام هذا الوحش الأزرق، ومن يقدر على إيقاف هذا الزحف الرهيب؟ أحمد عطيف، هذا الاستفتاء لعمر فريق الأعداد، برأيك ما هو سبب 22 انتصار متتالي للهلال في جميع المسابقات؟ تعامل جوسوس 39%، تنوع الهدافين 3%، التعاقدات الأجنبية 21%، شخصية الهلال 37%. أنا أعتقد الأمور الفنية في خصص وشخصية الهلال أكيد هي اللي تعكس. أنا لا، إحنا لاعبين ترى الفوز يجيب فوز، بس بعض الأحيان يجي لك حالة ارتخاء اللي شاهده في الهلال لا برضو جدية، لأن المسؤولية في الهلال برضو أن في منافسين، يعني أي تعثر برضو ممكن يفقدك الصدارة،
وهذه شخصية اللاعبين وممكن هذا تعامل المدرب حتى في ان التحذير من اي خساره اي نقاط، لان اي خساره اي نقاط بتدخلك في ضغط، بتدخلك في دوامه المنافسين. فاعتقد الشخصيه مش معطي العالم فرصه. اي انا عشان كذا المدرب، تعامل المدرب لما يجي يكون شخصيه المدرب هي اللي تعكس على شخصيه اللاعبين داخل ارضيه الملعب، وانه ما يكون في تهاون، وانه ما يكون في في ابو الوليد. انه شوف لي شخصيه المدرب وشخصيه او البيئه حتى الهلال، تقول اللاعب الاحتياطي او اللاعب الاساسي، تقول في تهاون، يجيك تهاون من لاعب ترى ما راح تشوفه بالتشكيل، ممكن يطلع برا التشكيل، لان هذه شخصيه المدرب، طريقه اللعب، الالتحام مع بعض. دائما احنا نشوف مقاطع، ودائما بالهلال هذه البيئه اللي داخل النادي هي اللي تعكس في المباراه. غير كذا يا خالد، جمهور وراك جمهور يبغى الفوز في كل مباراه، تحقق بطوله اليوم وفي بطوله بدت يبغون البطوله الثانيه، هذه هي بيئه الهلال. علي من الاهلي وكفى في هاشتاج دورينا غير يقول لك الهلال مع هذا المدرب اعتقد والعلم عند الله بياخذ جميع البطولات جاهزيه بدنيه. اكيد الشيء الواضح لشخصيه جيسوس، الاسلوب اللي جالس يلعب فيه يعني على بعد يعني قليل على كل البطولات اللي جالس ينافس فيها، شخصيه كبيره. والدليل على هذا انه كل مباراه يعطيها اهميه، هي اهميه الفوز وعدم التراخي في اي مباراه. اليوم تلعب مع الرائد، تلعب بكره في اسيا، الشخصيه يعني ثابته، العطاء واضح، التركيز العالي، وانا اتوقع انه راح يحصد القاب كثيره. الهلال تعود طبعا على حصد الألقاب، ولكن مع جيسوس أنا راح يعطي أرقام مختلفة هذا الموسم. كل تأكيد مع جيسوس والعقلية الموجودة. أنا اليوم أنا جالس أتفرج على الهلال، أتفرج ما شاء الله على دكة البدلاء اللي في الهلال، كان سعود عبد الحميد، ياسر الشهراني، صالح الشهري، ناصر الدوسري، من اللي موجود بعد؟ الربيعي، سلمان الفرج. شفت الأسماء الموجودة هذه في دكة الهلال، وللعلم نيمار مصاب، ترى اللي جاي نيمار هو يكون أحد أبرز اللاعبين حضوره اليوم في المباراة، هذا نيمار مش موجود بعد. نيمار تروه متفاعل صراحة، حتى هو ما هو موجود في السعودية أو في الرياض، متفاعل جاء اليوم، قبل يومين تقريبا، بس أنه متفاعل كان قبل، حاس أنه فعلا قلبه مع الفريق، وهذا شيء يعني شيء يطمن الهلالية. لا ما في هذا من له سامن ولا شيء، بالعكس يعني هذا هو جسمه هذا بس، لكن في بعض الاحيان تطلع بالتواصل الاجتماعي يسمن ونحف، وهذا فوتوشوب يعني، وهذا هي يعني سووها فيك؟ لا ما قد سووها فيك، ما يجي مسوونه لكن بس تفاعل نيمار قبل ما يجي والرسائل اللي قاعد يوجه للفريق ويوجه للعيبه الفريق، اعتقد هذه هي البيئة الهلال اللي احنا نقول دائما البيئه الصحيه هي اللي تحقق الانجازات والبطولات. بكل تاكيد الكلام عن نيمار والكلام بتكلم على لاعب اراه يعني يصنف، لما تحط لي افضل ثلاثه لاعبين في الموسم هو هذا اللاعب، ادلي ثلاثه يكون موجود فيهم، مين هذا اللاعب اللي هو العقل المفكر للهلال، اللاعب الذي يعمل كل شيء في الملعب، يكون ما شاء الله ثلاث واجبات في مركز واحد، يصنع، يسجل، يقطع، يمرر. النوعية هذه من اللاعبين نادرة في كرة القدم، والكلام على نفس. أنا أعتقد لاعب مميز، لاعب هو اللي قاعد يمكن يربط بين الخط الوسط والمدافعين، يمكن الحمل الأكثر على نفس برضو إنه في تطبيق الأدوار للخسوس في حالات بناء الهجمة، وفي حالات حتى في التحول الدفاعي ولا الضغط العكسي، دائما ما يبدأ من الخلف، وهو هو لاعب تكتيكي عالي جدا، قيمة فنية ثابتة، مستوى ثابت في ثبات. فأعتقد أن الهلال كسب لاعب مميز من أفضل اللاعبين في جميع الأدوار، يعني أنا أشوفه حتى في بداية الهجمة، أنت تشوف نيفيز هو من يعتمد عليه الهلال في فتح الملعب وفي تغيير اللعب الاتجاهات، وهذا اللي المفتاح في أسلوب خسس. فأعتقد نيفيز لاعب مميز كسب الهلال ومن أفضل اللاعبين اللي موجودين في الدوري عندنا. تفضل محمد. هو اللي همزة الوصل ما بين الهجوم وما بين الدفاع،
لكن نفز الميزة اللي فيه إنه هو اللي قاعد يسرع الرتم ينزل الرتم، هو اللي طلع هو اللي رجع. أعتقد إنه لما يجيك عندك هو المفروض إنه ستة، ولكن نفز بعض الأحيان يصير ثمانية، بعض الأحيان يصير الفاولات يقعد يلعبها يسجل يصنع. أعتقد هذا نوعية اللاعب أي مدرب بالعالم يبغى لاعب زي هذا في وسط الملعب. تبغى تحتاجه دفاعيا تلقاه دفاعيا، هجوميا تلقاه هجوميا، تنظيم الفريق ترى هذه من أهم مواصفات هذا اللاعب، إنه ينظم لك الفريق. وهو اللي الربط اللي صار بين الدفاع والهجوم ترى هو نفس صراحة. نفس لما يطلع تشوف فيه فراغات، تشوف فيه عدم يعني له بديل في الهلال؟ ما أعتقد له بديل، يعني من الصعب جدا يعني محور ستة صعب ترى على فكرة إنه يلعب بالطريقة هذه. أعتقد أنه حتى أسلوب خسس يعتمد عليه اعتماد كليا صراحة. اليوم علي عودة سلمان الفرج للمباريات أكيد بالوليد عودة جدا مهمة وفي وقت جدا مهم للهلال. سلمان يعتبر قائد للفريق، سلمان يمتلك إمكانيات جدا كبيرة، يمتلك الإضافة اللي يحتاجها الهلال في 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 خصوصا في هذا الوقت. الهلال يمر على ضغط مباريات جدا كبير سواء في الدوري في آسيا في بطولة كأس الملك، فوجود الدكة أو وجود اللاعبين في أتم الجاهزية في هذه اللحظة الإضافة، وإضافة سلمان دائما في الجانب القيادة للفريق، الجانب اللي هو تحكمه في وسط الملعب، تمشيته للكرة بالشكل اللي دائما متعودين نشوفه من سلمان. فأعتقد أن رجوعه أعتقد إجا في الوقت المناسب اللي يحتاج الهلال. ألف مبروك للزعيم، حظ أوفر للرائد. بعد الفاصل، خمسة انتصارات تفصل الهلال عن تحقيق الرقم التاريخي عالميا في سلسلة الانتصارات. سر الصحة والجسم السليم. مب أي صابون يدين، صابون يدين أفضل بعشر مرات. كلام زميلتكم صحيح. صابون ديتول السائل لغسل اليدين بتقنية الحماية من الجراثيم يمنح عائلتك عشر مرات حماية أفضل من الجراثيم. عندها لمسة سحرية، حين تلمس الصدر تروح على الكحل، يروح على الخشم المسدود. ليس سحر، إنه فيكس فيبر راب، يحتوي على زيت شجرة الأوكاليبتس لتخفيف السعال والمنثول لإزالة احتقان الأنف. ليلة نوم هادئة مع فيكس فيبر راب. هل تنزف لثتك عند استعمال الفرشاة؟ قم بالتغيير، قل أهلاً لغسول اللثة من بارودونتاكس. يستهدف ثلاث مرات أكثر بكتيريا البلاك حول اللثة ويساعد بمنع تراكم البكتيريا. بارودونتاكس، عناية فعالة بصحة اللثة من خبراء اللثة. الشعر الكيرلي يميزني، بس بدون ترطيب ما في حياة. جديد بانتين، مجموعة مخصصة للكيرلي بأربع خطوات، بدون سلفات ترطب الكيرلز بدون ما تثقلها وترجع مرونتها. شعر الكيرلي كله حياة مع بانتين. تدرون أن 80% من اللي يعانون من القشرة يعانون من التساقط؟ وشيف فايز واحد منهم. لو أهمل القشرة كان خسر شعره ومستقبله. القشرة تضعف الشعر وتخليه عرضة للتساقط، لكن هيد اند شولدرز يقضي على القشرة 100% ويرجع القوة للشعر. خلص على القشرة قبل ما تخلص لك على شعرك. التهاب في الحلق، انسداد بالأنف وسعال أيضاً، أنت تحتاج فيكس فيبو دروبس.
يخفف من التهاب الحلق والسعال ويعطي إحساسا بالتنفس العميق الصافي. فيكس فيبو دروبس. حياكم الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام. هذا الهلال يتصدر ترتيب دوري روشن ب 56 نقطة، ليه النصر ثانية 49 نقطة، الأهلي ثالثا ب 40 نقطة، التعاون رابعا ب 35 نقطة، الاتحاد خامسا ب 34 نقطة. متذيل الترتيب الحزم ب 13 نقطة، يلي أبها السابع عشر 15 نقطة، الطائي السادس عشر 18 نقطة، الرياض التاسع الخامس عشر ب 19 نقطة. اليوم سالم حالة استثنائية، رايق وفايق. هو سالم إذا كان في الحالة الطبيعية دائما ما يكون مؤثر، دائما ما يكون له دور، ودائما احنا نعرف سالم في الصناعة، في التسجيل، في الحل الفردي، في حتى على الانضباط التكتيكي في الحالة الدفاعية. فأعتقد أن سالم اليوم كان محضر ذهنيا واضح، واللاعب جاهز بدنيا. فأعتقد الميزة في سالم أنه كل مباراة يعطيها حقها، يعني دائما أغلب المباريات ما تحس أنه ينزل عن 70% للأمانة. فأعتقد أن سالم هو الركيزة الأساسية في الهلال في جميع الحلول. سالم من الزمن القديم تعرف اللاعبين اللي يروح لك يجي يروح للمدافع، ينصى المدافع، ما يخاف المدافع. لا ما يخاف، لأنه عنده ما شاء الله سالم تبارك الله عنده المهارة يا خالد، وعنده السرعة، وعنده يقدر يتحكم بالكورة القريبة من، يعني لا صارت عنده الكورة يقدر يتحكم. غير كذا يا خالد سالم يمكن أنا بدايته أنا عايشها صراحة معنا، كان وتو جاي كانت مشكلته أنه بس دائما ينزل رأسه، عنده المهارة عنده كل شيء بس دائما ينزل رأسه. اشتغلوا عليه المدربين صراحة، من كوزمان صار أفضل لاعب بآسيا. أعتقد أنه اللاعب اللي تعلم وبسرعة بالشكل هذا هو صار أفضل لاعب بآسيا الآن. سالم أعتقد أنه مع الهلال سواء مع المنتخب أعتقد قاعد يأدي، وقاعد بالعمر هذا أعتقد أنه ما قصر سالم. يعني أعتقد أنه عنصر أساسي، وأنا قلتها دائما أقوله وأكرره أنه هو رقم 9 اللاعبين السوبر ستار عندنا صراحة، التاسع كأجنبي. طيب علي الحبسي، متروفيتش والاستمرارية، بس تظهر الأرقام المتروفيتش المباراة 11 اللي سجل فيها مباريات متتالية في دوري روشن أو الدوري السعودي المحترفين. من أكثر لاعب؟ عبد الرزاق حمد الله 14 مباراة متتالية، أعتقد كانت موسم 18-19 مع النصر. الآن ألكسندر متروفيتش 11 مباراة متتالية، ولسه باقي مباريات في مباريات متتالية. استمريته في التسجيل وأسبابها، أعتقد أول شيء هو قيمة اللاعب في الجانب التهديفي، تمركز داخل الصندوق، ولكن الأهم من هذا كله هو الأسلوب اللي جالس يلعب فيه الهلال. أسلوب الهلال دائما الكرات اللي توصل داخل الصندوق بشكل جدا كبير، تميز الأظهرة في الفريق دائما يعطي تواجد مترو في المكان المناسب. مترو يعتمد كثير على الكرات العالية، يحب دائما يتمركز في المكان اللي دائما هو يعطيه الصورة واضحة للمرمى. فوجود سالم اليوم نفس الشيء ساعد كثير، وفي الجانب الأيمن البريك في الشوط الأول، في الجانب اليسار لودي. أعتقد كل هذه الظروف أعطت القيمة الكبيرة لمتروفيتش. علي متروفيتش الميزة اللي فيه ما يبحث عن الهداف، يعني شفنا حن بلنتيات ضربات جزاء صارت في مباريات ما يشوت، يعني لو اللاعب يحب نفسه يا خالد هو اللي يشوت البلنتيات. لا 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 ما شات سالم وشات بس الفترة الأخيرة جميع ضربات الجزاء يعني اللي في الدوري، يعني أعتقد أنه ترى فيه شات كنو، شات سالم، شات هذا، يعني ما هو حاط فكره أنه هداف الدوري يصير، يعني لو دائما رؤوس الحربة ضربة الجزاء على طول. ما دامك سألت من هداف الدوري، متروفيتش أو رونالدو؟ كريستيانو رقم واحد. لا أنا أسأل طيب وش تسأل نهاية الموسم وش الآن
ايه تتوقع من نهايه الموسم هداف الدوري؟ هداف الدوري بين اثنين هذول ما في اكيد بين اثنين، بس لو 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 متروفيتش كل الضربات الجزاء هو اللي شايتها كان هو هداف الدوري. انا اكيد بين الاثنين، سالتك من؟ انا اقول ان شاء الله متروفيتش ان شاء الله، هذا وجهة نظري انا، متروفيتش لانه هو اللي اعتقد انه هو اللي جاهز، يعني اعتقد كريستيانو متروفيتش اقرب عن رونالدو على كلام كريستيانو، هو اللي يبحث عن الهداف لكن متروفيتش. انا اروح متروفيتش لسبب ان الهلال في كل مباراه محصله التهديفيه عاليه عكس النصر يعاني حتى يسجل، لكن الهلال تحصله يسجل بشكل يعني في مباراه 3-4. علي سريعا، متروفيتش ام رونالدو هداف الدوري؟ انا اتوقع متروفيتش بس بسبب ما دامكم متفقين الثلاثه لا علي هو مشكلته انه دايم مخالف، احنا نقول متروفيتش قاعد يساعد الفريق، قاعد نقلبه على الفريق، يعني ما لا يفكر ما يفكر بالهداف. انا ما اتكلم فني، انت يوم قلت لك ضربات الجزاء قلت لي لا هو اللي سددها اخر 6 ضربات جزاء في الاخر، لا شات كنو وسالم الدوسري كم مره ضيع، ما هو يعني لو يفكر بهداف الدوري كان كل بلنتي وكان يلعب لنفسه بنفس الوقت، بس لكن هو ايضا مباراتين لم يلعب في الدوري، فاول مباراتين لم يلعب في الدوري، فاول مباراتين صحيح. طيب الدفاع العالي اللي جالس يعمل الهلال في كل المباريات في مشكله، والمشكله وين؟ كيف المشكله في طريقه اللعب، في طريقه قلوب الدفاع. انا قلتها امام اصفهان نفس الخطا اللي قاعد يصير ويتكرر، اعتقد انه جوسس لابد انه ينتبه للنقطه هذه. النقطه هذه قاعده تخسرك، تجيب هو يزعل ترى على فكره جوسس، ولكن لما تتكرر كوره زي هذه، هذه نفس بالضبط يعني على خط نص الملعب حق اصفهان، نفس الطريقه، هذا نفس الطريقه تفريس لعب كره طويله ومساحه طويله، شوف كم المساحه اللي قاعد مستحيل انك تلعب بالشكل هذا. انا هذا الهدف صحيح ان خيسوس يلعب الدفاع العالي، لكن الهدف هذا يتحمله كولوبالي وسوء تنظيمه، وكولوبالي هو المسؤول على منطقته، المفروض ما يطلع هذا الخروج. انت شفت حتى نيفيز كان بيروح للاعب اللي امامه، شاف كولوبالي طلع ترك مكانه، انت مالك داعي، ما هي مسؤوليتك انك تروح للحد بعد النص، يعني لو ترجع اللقطه من اول شوف كولوبالي كيف صارت قد امام اصفهان نفس الطريقه، بس لا بس شكلها بالشكل باخر الدقائق اي بس بالشكل هذا بالشكل هذا يتحملها اللاعب وليس امير سعيود لاعب الرائد مع مراسلنا محمد الخبيه ماذا قال؟ ما نطمح الاحسن من هذه، ولكن اصطدمنا بفريق قوي صراحه، حاولنا نقدم اللي علينا في الآخر، هذه هي إن شاء الله نفكر في المقابلة الجاية إن شاء الله. أكيد المباريات كلها راح تكون حاسمة، يعني راح نلعبها كأنها نهائي بالنسبة لنا صراحة عشان نحسن مركزنا، خصوصا مع النوادي اللي تلعب معنا على ضمان البقاء، فإحنا إن شاء الله هدفنا أنه نحسن مركزنا أكثر إن شاء الله. يلا وقلق الرائد في عملية والتفكير في البقاء، فرق عديدة يا خالد كلهم تفكيرهم بالبقاء طيب الإصابات اللي حدثت للهلال من البريك البليهي سافيتش إن شاء الله كلها تكون خفيفة، لكن مقلقة الإصابات هذه ولماذا؟ أول شيء مقلقة لأن اللاعبين مهمين، والشيء الثاني في 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 آخر مراحل الدوري، يعني في خلنا نقول في الرمق الأخير، يعني أنت خسارة أي لاعب صعب. صحيح أن الهلال يملك لاعبين ودكة وبدلة، لكن برضو قيمة اللاعب زي البلاهي زي البريك زي سافيتش يعني أحيانا لهم قيمة فنية ثابتة. يعني والإصابات يا خالد العضلية شيء طبيعي أن تحصل بالوقت هذا، أن أنت تقول الهلال شلون متى يجي الدروب، هنا 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 ترجع للجهاز الفني، مدرب اللياقة، الأحمال لازم تخفف، الأشياء تدوير والتدوير، عملية التدوير هذه كلها أعتقد أنه وجود سعود عبد الحميد بالاحتياط، هذه عملية التدوير كأنه نفس الطريقة عملية التدوير، أعتقد أنه جوسوس لابد أنه النقطة هذه مهمة ترى. طيب اليوم أيضا في لقطة كانت بين جوسوس وقت تسديدة نفس وردة فعله، ويعني جوسوس ترى خطأ نفس صح، ها حتى لو شردتها فوق عنده فكرة فيها، ها خطأ صح، شوف ردة فعل جوسوس محمد. هذا المدرب اللي يعجبك، والله ترى هذا المدرب بقول لك شيء، انت وانت لاعب
داخل الملعب وفي مدرب زي هذا قوي شخصيه حتى وانت فايز قاعد يدقق عليك بالاخطاء، هذا المدرب اللي انت عايش معاك وعايش معك كانه هو اللاعب رقم 12 داخل الملعب صراحه. اللاعب رقم جوليو تفاريس لاعب الرائد مع مراسلنا محمد الخبيه. كومو سيباسي لو ماتش كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا، نعرف جيدا خطورة الهلال، ندرك جيدا أنه في كل أسبوع من الصعب مواجهتهم، واليوم واجهناهم هنا وللأسف تلقينا الهدف الأول مبكرا والذي أثر علينا منذ البداية، لأننا كانت لدينا خطة تكتيكية ألا وهي انتظارهم ومحاولة الحفاظ على النتيجة بيضاء أكبر وقت ممكن، لكننا لم نقدر على ذلك. المباراة المقبلة هي جدا مهمة بالنسبة لنا أمام فريق منافس مباشر مثل نادي الرياض، وهي مباراة صراع البقاء كذلك. يمكننا القول أن مباراة الرياض المقبلة هي أكثر أهمية من مباراة الهلال. هذا حديث جولي تفاريس وشارك كان في الشوط الثاني. علي، لما تكون تلعب في ملعبك الخاص وأول مباراة رسمية فيه يعني في الدوري بالتحديد، الانطباع اللي للاعب، الانطباع للمدرب؟ تفضل. أكيد أبو الوليد، قيمة جدا كبيرة أن دائما تكون يكون عندك ملعب خاص فيك، سواء للاعب نفسه، للإدارة، للجماهير، تعطيك القيمة الفنية الكبيرة، تعودك على الملعب. نفس الشيء الخصم دائما لما يجي ويشوف ملعب مثل هذا الملعب والهلال اللي دائما يلعب فيه، اعتقد انه نفس الشيء من الاشياء الايجابيه، نوعيه الملعب، قرب المدرجات من الجماهير، اعتقد نفس الشيء تعطي اللاعب قيمه اكبر، مسؤوليه اكبر. فمن الاشياء اللي دائما الهلال كان طموح فيها والحمد لله حصل على الافضل فيها. محمد، الحضور الجماهيري ليس المتوقع. والله هذه الجولة يا خالد، احنا شفنا مباراة النصر امس برضو نفس الطريقة، حضور الجماهيري ما كان اختبارات. هذا انا اللي اشوفه الاختبارات صراحة، حتى مباراة الاتحاد وعلق عليها احمد، اعتقد انه مباراة الهلال يعني 15,000 يعني ملعب ياخذ 26 حاضر وانت منافس على الدوري، اعتقد ما في عذر الا الاختبارات صراحة. غير الاختبارات ما في عذر، نشوف المباراة الجاية، لازم الجولة الجاية. بعدين ملعب غير كذا، بعدين ملعب يفتح النفس، هذه واحدة. شيء ثاني، التوقيت المباريات الساعة 5 إلى الساعة 8، يعني أعتقد أنه وقت مناسب أنك تجي تحضر وهذا، تقدر تطلع تروح تتعشى. في ميزة يعني الملعب موقع مميز، لا لا كل شيء، كل شيء في الملعب، الملعب حول الملعب قبل ما تدخل المباراة كل شيء فيها متعة، داخل المباراة فيها متعة. يعني أعتقد أنه ما له عذر جمهور الهلال، إن شاء الله مباراة إسمهان إن شاء الله نشوف جمهور يملى الملعب إن شاء الله. يعني آسيا بيملون الملعب إن شاء الله، الاتحاد والنصر إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. بس أنه أنا أقول العذر لأن ثلاث مباريات، النصر والاتحاد اليوم والهلال اليوم، كل حضور الجمهور ما كان بالصورة المطلوبة، والسبب أنا أحطه الاختبارات. اليوم أيضا شركة الوسائل هي في إعلان موجود من هيئة الترفيه، شركة الوسائل هي وكيلا حصريا لحقوق الرعاية والإعلان في المملكة أرينا. يعني هذا حاجة إيجابية بالنسبة لإدارة الهلال وبالنسبة لهيئة الترفيه أنها تعطي شركة كبيرة أنه إعلان والدعاية. أعتقد أنه مباراة الهلال، أعتقد ومباراة آسيا ممكن دخل الهلال براند كبير، تجي مباريات كبيرة تبتجي، هذا أعتقد أنها موفقة صراحة للشركة أنها وقعت بالوقت هذا. ألف مبروك للهلال، والله ما شاء الله، شكرا إن شاء الله من هنا لنهاية السنة كل أسبوع نقول ألف مبروك للهلال، ما شاء الله ما شاء الله. قلت تبارك الله يعني كذا على أساس بعد الحين يجينا شيء بعد من يا تعثر الهلال ما شاء الله. ألف 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 مبروك وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف بس بتعليق أخير على الهلال، تبغى تعرف قيمة الهلال وين؟ والله العظيم فنية، شوفها من غير كورة، شوف الشراسة اللي يلعبون فيها لاعبين الهلال أو لاعبين الهلال ككل، لما يخسر الكورة ولما تدخل الكورة مع المنافس يقاتلون حتى النتيجة 2-0 3-0 كأنهم خسرانين 3، يبدأ بالضغط والجري والقتال والالتحامات، يدخل المنافس مرحلة يأس وإحباط.
هذا اللي قاعد يعمل الهلال مع المنافسين، يدخلك مرحلة اليأس والإحباط، يعني يقول لك فايز فايز بس اختار النتيجة. ألف مبروك للهلال، حظ أوفر للرائد. بعد الفاصل، 7 انتصارات وتعادلين ضمن منافسات الجولة 20 في دوري روشن. هيدا أكيد الحل، بس ما تحتاري شو تختاري، غيري لبرسيل جل. برسيل جل، أسرع تغلغل، أعمق نظافة. صح صح، ونقي صح. جربي برسيل جل المطور رقم 1 في إزالة البقع ورائحة أقوى. هل تنزف لثتك عند استعمال الفرشاة؟ قم بالتغيير، قل أهلا لغسول اللثة من بارودونتاكس، يستهدف 3 مرات أكثر بكتيريا البلاك حول اللثة ويساعد بمنع تراكم البكتيريا. بارودونتاكس، عناية فعالة بصحة اللثة من خبراء اللثة. قوتك تبدأ من داخلك، ومع كل طلة تعكسيها للخارج، لكن ستايل ورا ستايل شعرك يتلف مو بس من برا، يضعف من جوا بعد. ابتكار بانتين بتقنية المايكرو برو في يتغلغل في كل خلايا الشعر ويقويه من الداخل للخارج. للقوة وجه آخر، تبدأ من داخلك، القوة أنتي. بانتين. المفضلة بحاجة خبير، بس برسيل شامبو العباية يجدد لون العباية الباهت ويعطي حماية مرتين أكثر للسواد. عباية جديدة؟ لا بس مغسولة برسيل. برسيل شامبو لتجديد الألوان لجميع الملابس الملونة. تدرون أن 80% من اللي يعانون من القشرة يعانون من التساقط؟ وشيف فايز واحد منهم. لو أهمل القشرة كان خسر شعره ومستقبله. القشرة تضعف الشعر وتخليه عرضة للتساقط، لكن Head & Shoulders يقضي على القشرة 100% ويرجع القوة للشعر. خلص على القشرة قبل ما تخلص لك على شعرك. فولتارين يخفف ألام الظهر والعضلات، يخفف التورم، يخفف الالتهاب ويخفف الألم بمكانه. فولتارين، متات الحركة. زيكويل يؤمن أن الكل يستحق نوم جميل بالليل. زيكويل ناتورا، حلوى مضغية للنوم ما تخليك تتعود عليها، بمزيج من أعشاب طبيعية وميلاتونين، نام مرتاح عشان تصحى منتعش. زيكويل ناتورا. حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة. ثم أعلنت وزارة الرياضة قبل قليل عن مسمى الجولة 21، هي جولة يوم التأسيس. كل عام ووطننا بخير. محمد الداية. طبعا أكيد أنه كل سنة، يعني أعتقد أنه دائما يوم التأسيس والجولة أنها تسمى بيوم التأسيس، وأعتقد أنه تشكر الوزارة والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وإن شاء الله تكون جولة إن شاء الله كله وطننا بخير إن شاء الله، وملكنا وولي عهدنا إن شاء الله كلهم بخير إن شاء الله، ونفرح في هاليوم هذه. أكيد إن ما عندنا حلقة، إن أكيد إن محتفلين إن شاء الله. كنت أكيد كنت أكيد بحول الله. دائما السعودية أو قناة السعودية في ذاك اليوم بحول الله يكون يوم، يوم التأسيس، الكل متعايش مع هذا اليوم، يوم يذكرنا في الماضي، يذكرنا في الحاضر، ويذكرنا في المستقبل. هو دائما هذا اليوم ولله الحمد التي وضعت أول لبنة في المملكة العربية السعودية، ولله الحمد. الله يحفظ حكامنا، يحفظ أمرانا،
اللهم لك الحمد والشكر على نعمة السعودية من التأسيس إلى موسم الرياض، على افتتاح موسم الرياض بجمع تجربة WWE الأولى في العالم في منطقة بوليفارد سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض، وفي تجارب المصارعة، من المصارعة دخلنا في الجانب الآخر. أحمد عطيف، بصراحة أنا دائما إحنا موسم الرياض هو نجاح لكل شيء للأمانة، في كل الفعاليات، في كل المسابقات، حتى في الأمور الرياضية. اليوم نشوف الافتتاح WWE، فهذا شيء كبير، هذا يعطيك قيمة العمل اللي قاعد نشوفه في موسم الرياض. إن شاء الله نشوفك إن شاء الله بإذن الله. لكن بروح ازوره اوكي، بس اللي ملاكمه هذه مصارعه. ملاكمه هي ولا مصارعه؟ ايوه لا مصارعه. مراسلنا محمد الخبيه في لقاء مع المصارع الامريكي براون سترومان والمصارع الكنديه ناتاليا. I want you to tell us about your I think this is the first experience of its kind in the world. Can you tell us about it? What do you what's your impression that it's here in Riyadh first time? I mean, this is the very first WWE. صراحة أمر رائع هنا بالرياض، لا يوجد مثيل له في العالم، كل شيء مميز وخاص هنا. صراحة أنا جد متحمسة للمصارعة وملاقاة هؤلاء المشجعين. I couldn't be more grateful. I love hearing the fans. You guys are amazing. So Natalia, what would you say to them? What would you say to your fans? I would say to my fans. أطلب من مشجعي أن يساندوني بكل قوة وأن يحضروا المبارزة. ستكون الأجواء خيالية بكل تأكيد. تملكون قاعدة جماهيرية من أكبر الجماهير في العالم. A lot of them are right here in Saudi Arabia. Oh, it's just unbelievable. أكيد، كما قالت زميلتي ناتاليا، السعودية قدمت وتقدم الكثير للرياضة النسائية من خلال عدة فعاليات رياضية. صراحة التجربة السعودية رائعة وجميلة، ونحن سعداء بالمجيء هنا. التجارب موجودة ولله الحمد، وكل شيء موجود في الرياضة في جميع القطاعات ولله الحمد. موسم الرياض شامل لكل شيء، وزارة الرياضة تعمل الكل، الحراك الرياضي الموجود في المملكة العربية السعودية شيء نفخر فيه. محمد الدعية من أبو فوزان يقول هاشتاق دورينا خير أخيرا في منصة إكس، يقول حضرت المباراة اليوم يا خالد، قاعدة شوي مقهى ناظر الملعب، أنا بحلم ولا بألم، أول مرة أدخل ملعب وأحس أني في ملعب أوروبي. هذا اللي نقوله عليه، ونتمنى إن شاء الله اللي ما جاء يجي مباراة أصفهان يشوف ملعب، ترى متعة صراحة برا الملعب وداخل الملعب متعة. وأنت ممتع محمد الدعية. والله نشوفك المصارعة إن شاء الله. والله في طلب من ابو ناصر، وقال ان شاء الله، قال ان شاء الله حتكون موجود بحول الله. لا ابو ناصر هاي، لا ابو ناصر هاي، ابو ناصر قال بحول، والله العظيم قال بحول الله حتكون موجود في احد حلبات المصارعه. انت مو انا، وين جسمي انا بعدين بتحطن في المصارعه، لكن ابو ناصر دائما شو يسمونه الاخطبوط، معالي المستشار تركي الشيخ صراحه يشكر على الشيء قاعد يسويه. يشكر معالي المستشار تركي الشيخ على ما يقدمه في موسم الرياض وفي هيئه الترفيه في الاحداث الموجوده. كل شيء تغير، أصبح الحديث والتسارع الموجود ما إحنا قادرين نلحق. ترى بعد الأسبوع القادم أو اللي بعد 10 أيام الكأس مصر حيكون ضمن فعاليات موسم الرياض، كأس النهائي المصري بين الأهلي والزمالك ضمن كأس موسم الرياض. محمد الدعية شكرا لك. يعطيك العافية أبو الوليد. محمد الطايف شكرا لك. علي الحبسي شكرا لك. شكرا أبو الوليد، يعطيك ألف عافية. ونفز يقول لكم الكايد أحلى، تصبحون على خير. هذا تعال تفهم معاه في كل مكان في الملعب. يا رب النبيل، يا رب النبيل، اترك أدوار اللي غيرك، لماذا تحتكم الأدوار؟